اهلا بحضراتكم مره تانية. يسعدنا نرحب بضيفنا النهارده الناقد الرياضي عمر صبحي المحترف، هيكون معانا في المحترف عشان نناقش معاه قضايا كتيره جدا، اكيد اهمها طبعا ان شاء الله الوصول منتخبنا المصري لكاس عالم 2022. عمر مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن، برحب بحضرتك وبرحب بكل جمهور النادي الاهلي. منورنا عمر. عايزين نتكلم زي ما قلت يمكن في الانترو لو متابع، ان مباراة مصر مش مباراة عادية، مباراة فاصلة في تاريخ منتخب مصر على مستوى اللاعبين، على مستوى التاريخ، ان شاء الله نوصل للمرة الثانية على التوالي لكأس العالم. انت شايف المباراة ازاي، وخاصة ان المنتخب السنغالي كان لسه يعني من اشهر قليلة بنلعبه في نهائي كأس الأمم الأفريقية، شايف ازاي المباراة ديت، اجواءها عاملة ازاي، استعداداتنا احنا عاملين ازاي قبل ما نخش في التفاصيل الفنية؟ والله يا كابتن يعني المباراة مختلفة بشكل كامل عن مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية اللي كانت مقامة في الكاميرون. ماتش مصر والسنغال في الكاميرون كان ليه دوافع مختلفة وظروف مختلفة. المباراة هنا بوجود 50,000 متفرج أو مشجع للمنتخب الوطني هتكون مختلفة تماما على اللاعبين، وإن كنت أخاف على بعض اللاعبين من مشاركة الجماهير إن هم ما عندهمش خبرة يعني في مشاركة الجماهير في الملاعب، لأن الدوري المصري زي ما حضرتك عارف بدون جمهور بقاله فتره طويله جدا. مباراه بتحمل طابع مختلف لنفوس اللاعبين المصريين، بتحمل طابع مختلف لواحد زي محمد صلاح عنده هدف الوصول لكاس العالم وعايز يحققه، لواحد زي محمد النني، لواحد زي تريزيجيه. اللعيبه دي يا كابتن لما ترجع بلادها او لما ترجع انديتها في اوروبا بيكون ظروفها مختلفة جدا في ان هي تكون في وسط فريقها، ان انا اهلت منتخب بلادي لكاس العالم، اهلت منتخب بلادي لاكبر بطولة رياضية في العالم. ويمكن محمد صلاح كمان عنده ظروف مختلفة لانه معاه واحد زي ساديو ماني هو المنافس المباشر لي سواء في نهائي كاس الامم الافريقية او في التأهل لكاس العالم. زمان يا كابتن كنا بنقعد نتفرج نقول يا ده اوروبا، ده ممكن ايطاليا ما تصعدش فمش هنشوف النجم الفلاني، ده ممكن البرتغال ما تصعدش فمش هنشوف مثلا كريستيانو رونالدو، ازاي هولندا ما تصعدش فما شفناش كذا. دلوقتي العالم بيتساءل هو ازاي ممكن ما يشوفش محمد صلاح في كاس العالم، كل العالم عايز يشوف محمد صلاح في كاس العالم، ده اضافه للبراند والتسويق بتاع كاس العالم وجود لاعب زي محمد صلاح. فالاجواء في مصر مختلفه تماما، اللعيبه على مستوى الخبره مختلفين تماما، اللعيبه دي حضرت كل حاجه،